طبعا رش على ميه نار وفي ضربه سكينه هنا في ايدي راح ابو واحد اسمه من البلكونه اتعرض للضرب والنصب على ايد مراته واهلها رموه من البلكونه وبيهددوه بالقتل بعد ما خدوا منه ابنه الوحيد. حكايه النهارده عن شاب اسمه سيد متجوز بقاله 5 سنين وطول ال5 سنين دول كانت كل خلافاته مع مراته ليها علاقه بالفلوس وده لان مصاريفها وطلباتها الزياده ما كانتش قد امكانيات سيد الماديه ولما كان بيشتكي لاهلها ما كانوش بيعملوا اي حاجه ده ابوها كان بيقول له اكسر عينيها بالفلوس انت مش راجل ولا ايه ما تصرف على مراتك زي ما هي عايزه وبعد فتره ابو مراته قال له انا هعمل جمعيه تعال ادخلك معايا بنفر وبعد الحاح من مراته وافق سيد ودخل الجمعيه ولما جه عشان يقبض قعدوا يمطلوا ويأجلوا لحد ما قالوا له بصراحة مالكش عندنا حاجة واللي عندك اعمله اصلا معايا الناس مادين بيحبوا المادة جدا حتى هي مادية جدا وما اكتفوش بكده ده كمان في يوم سيد روح بيته بعد يوم شغل وتعب ولقى مراته قافلة عليه الباب علشان من بعدها تبدأ مجزرة ويتلم عليه ابو مراته واخواتها وينزلوا في ضرب 5 ساعات متواصلين ومن شدة الضرب لما كان بيغمى عليه كانوا من جبرتهم بيفوقوه ويرجعوا يكملوا ضرب تاني وكان بيكب عليها ميه ويفوقوا فيها ويزيدوا فيها في الضرب اكتر ده غير طرق التعذيب المختلفه اللي كان بيتعرض لها جنب الضرب زي انهم كانوا بيطفوا في جسمه السجاير كان بيطفي سجاير الحشيش في جسمه انت متخيل راجل لا حول ليه ولا قوه بيحصل فيه كل ده لمجرد انه طالب بحقه شويه ناس ما عندهاش اي ضمير ولا رحمه اتكتروا عليه وعذبوه بابشع الطرق لدرجه ان سيد كان بيحكي وهو محروق وبيعيط وبيقول كنت ببكلهم زي الولاية علشان يرحموني ولكن ما صعبتش عليهم وبعدها رموا من البلكونة ولكن من سطر ربنا كان لسه مكتوب له يعيش سيد بعد ما دخل المستشفى وفاق اكتشف ان مراته واهلها سرقوه وخدوا عفش البيت وسابوه وسط كم من الديون ولما ابتدى يستعيد وعيه رفع عليهم قضية وكسبها فعلا وخد حكم ومن وقتها وهم بيطردوه في كل حتة وبيهددوه إن لو ما تنزلش هيخلصوا عليه وهددوه كمان إنهم هيلفقوا له قضية مخدرات ولكن سيد مش فارق معاه كل ده وكل اللي عايزه من الدنيا هو ابنه زياد ما عرفش عنه أي حاجة أنا واحد قال لي هات كليتك وريك ابني أنا مستعد طفلة عنده 3 سنين مالوش ذنب في أي حاجة غير إن الست دي تبقى أمه سيد ما شافش زياد ابنه من يوم الواقعة وطلع ناشد المسؤولين علشان بس يشوف ابنه أنت متخيل إن في ست بالجبروت ده وفي ناس بالوحشية دي ياريت كلنا ندعي السيد وندعمه في إنه يوصل للمسؤولين وياخد حقه ويرجع ابنه عيد ميلاد ابني يوم 6/8 وانا ما شفتوش ولا عارف هو فين